استاذ كمال مش موجود. بس سيارته تحت. وشو يعني؟ اجا وظهر مع ناس تانيين بسيارة ناس تانيين. عندك مانع؟ لا اكيد لا، بعتذر. طب فيني انطره لانه ضروري يشوفه؟ بعتذر لا. فيكي ترجعي تتصلي وتاخدي موعد. فيكي تعطيني موعد؟ هالجمعة ما بقدر، اذا شي للجمعة الجاية. ممنونتك. شو مكبرها هالآن؟ ما بدي اشوف. حمستني إلي شوفها قد ما صرت مخبرني عنها. معقولة اجت لهون ما عاد بدك تشوفها؟ كذابة. كذابة؟ أو قالت لك لا؟ بلا هذا إنه ما بعرفك؟ عينك رفيعة وحسب ما وصفتها أي من الجمال. فعينك رفيعة ضربت أو انضربت؟ مرة كذابة وملوفك، ولو ما بيي ما كنت بحط ايدي تحت بلطتها. ايه بليها بقى يا ماتر يا كبير. هاتك جربت تحط ايدك تحت شي تاني وما خلصت. هلا صارت لولا بيي. اترك لي بيك على جنب. كنت طوشني انها معطرة وبريئة وعم بيلبسوها تهمة. بشرفك هلا شو صار؟ بلا كترة حكي وجدي، خلينا نروح نتغدى لنا بشي مطعم. حاف؟ شو هادي حاف؟ بلا وجود انثوي؟ ماشي ماشي وجدي، بلا وجود انسى. ليش؟ سمر؟ تحرز استاذ تتهرب مني؟ مش عم تهرب، كنت برا وجيت وهلا رجع ظاهر. معك حق. مدام سمر، أنا وجدي ناصر صديق المادر وحابة أتعرف عليك. كلك زول، بس اترك لي إيدي لأنه عندي شغل. بليز بليز أنت. مدام سمر، من يوم برايح قضيتك رح تكون مع مات مصطفى. من يوم مرايح قضيتي رح تكون مع الله. خلص حاجة تبكي من أول ما وصلتي وأنت عم تبكي. خلص هيك بده يصطفل. ليه عملني هيك؟ شو عملت له؟ بشو تصرفت غلط؟ يمكن لأنك ما تصرفتي غلط. كيف يعني؟ معلش أختي، أنت من الكواكب اللي بعد ما اكتشفوها، بس على هذا الكوكب صار القصة هيك. حكلي تحكلك، لبيني بلبيك. فمرق هيك شي معك؟ ما حسسني إلا بكل احترام ولطافة، هو منه من هالنوع. شو بدي بمثالياتك؟ اعطيني واقع. جرب شي وصديتيه؟ العمى شو بلا ذوق، معقول؟ بسره لو مش طايقة مزح وطقحنك. أنا بورطة، هو اللي خطط لكل شي حتى يساعدني. إذا تركني هلأ بضيع، لا بعرف بقانون ولا بقضايا.